السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بخير أوقاتكم. عاجل، اليمن يحبط صفقة أمريكية لبيع 30 طائرة من نوع MQ-9 للهند. وإلى التفاصيل. وجهت القوات المسلحة اليمنية صفعة قوية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تزامنا مع استمرار عملياتها العسكرية المساندة لغزة. وتحدث موقع NBT الهندي عن نية الحكومة الهندية التراجع عن شراء طائرات مسيرة أمريكية بسبب استهدافها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية. ووفقا للموقع، فإن الهند كانت قد وقعت على صفقة لشراء 30 طائرة نوع MQ-9 من الولايات المتحدة لاستخدامها في ظل البيئة المتوترة مع الصين وباكستان، لكن الطريقة التي يقوم بها اليمنيون في إسقاط هذا النوع من الطائرات تثير القلق، في إشارة إلى احتمالية فشل الصفقة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أسقطت 5 طائرات من نوع MQ-9 منذ بداية مشاركتها في معركة طوفان الأقصى دعما لغزة، ما يشكل ضربة قوية لمكانة واشنطن في أسواق مبيعات السلاح عالميا حسب مراقبين. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.